ضغطا حاليا طبعا. هو الان في اللجنه القانونيه من اجل تعديله، لكن يعني وانا دائما اقول بانه احنا لا يمكن انه فقط اللجنه القانونيه، مع احترامي لكل الكفاءات الموجوده بها ولكل زملاء النواب، ولكن ايضا نحن نحتاج الى مساله قانونيين مختصين في القانون الجنائي، ان يكون هناك ندوات مستفيضه في هذه المساله، وكذلك مختصين في مساله المعلوماتيه حتى نعرف ادق التفاصيل وكيفيه صياغه هذا النص بما ينسجم مع المعايير الدوليه وبما ينسجم مع الدستور ايضا، لانه اي خطا به ممكن ان يذهب باتجاه تقييد الحريات اللي هو مخالف للحقوق والحريات الموجوده او مصادره لحريه الراي. نعم.